صدمة كبرى وحالة من الذهول سادت السوشيال ميديا بسبب الفيديو المتداول للمذيعة الأردنية المشهورة والتي قررت أن تخرج عن صمتها لتكشف حقيقة ما حدث وتعلن عن قرار غير مسبوق. فما القصة؟ مذيعة أردنية مشهورة معروفة بجمالها الأخاذ وضحكتها المميزة التي لا تفارقها عادة في كل مرة تظهر فيها أمام الجمهور، ما يعطيها جاذبية إعلامية لافتة للانتباه. لكن هذه المرة خرجت المذيعة نادية الزعبي بوجه غابت عنه الابتسامة واختفت منه حالة السرور والابتهاج، بعد أن تعرضت لاعتداء معنوي كبير أضر بحالتها النفسية ودفعها للخروج والتعليق على ما جرى. فمنذ أشهر خرجت الإعلامية نادية الزعبي ردت فيه على الشائعات والمزاعم التي تناولت اسمها تحت وسم مش راح تكسرني، بعدما قام أحد الأشخاص بنشر شائعة حول وجود فيديو غير لائق زج فيه اسمها. وقالت الزعبي في حديثها عن الملابسات والمزاعم المنسوبة إليها إنها تلقت خبر وجود فيديو يسيء لها حين كانت تصور أولى حلقات برنامج جديد لها، ووجدت عشرات المكالمات على هاتفها من المقربين. وأكدت الإعلامية الأردنية في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها في إنستغرام أنها لن تستسلم لتلك الإشاعة وستحاسب من أطلقها، لافتة إلى أنها استغربت أن يقوم الكثير من الأشخاص بتداولها على الرغم من عدم وجود أي مقطع فيديو يخصها كما تم الترويج له. وعن اللحظة التي علمت فيها عن الشائعة التي طالتها قالت المذيعة اللامعة أنها كانت أمام مفترق طرق، وهو إما أن تنهار وتسمح لذلك الشخص الذي وصفته بالمريض أن يكسرها، وإما أن تتمالك نفسها وتستند على ثقتها بالله، وهو ما فعلت حيث أكملت تصوير برنامجها ثم ذهبت لمنزلها. وأضافت الإعلامية الأردنية بأنها تذكرت آلاف القصص لفتيات أردنيات تعرضن لهذا النوع من الاعتداء الذي وصفته بأحقر ما يمكن أن يفعله أشخاص معدوم الضمير، الأمر الذي جعلها تتحمل مسؤوليتها كسيدة أردنية وكإعلامية بعدم السماح لهؤلاء بأن يكسروها أو يكسروا أي أردنية نشمية. وأعلنت الإعلامية الأردنية عن أنها اتخذت إجراءات قانونية بحق هذا الشخص المجهول، إذ قدمت شكوى رسمية للجهات المختصة حتى ينال كل من نشر وعلق وأعاد نشر تلك الشائعة جزاءه. وأطلقت نادية مبادرة حملت اسم ما راح تكسرني لكل أردنية تتعرض لهذا التشويه ممن سمتهم بضعفاء النفوس. وتلقت الإعلامية الأردنية الدعم من قبل الكثير من الأشخاص، وقد قامت بإعادة نشر الكثير من الرسائل التي وصلتها عبر خاصية الستوري في حسابها على إنستغرام. فما رأيك فيما فعلته نادية الزعبي مع من أساء إليها؟